زعيم ضفراوي. صلالة العاصمة السياحية لسلطنة عمان. على الساحل الجنوبي لسلطنة عمان تقع مدينة صلالة. تعد هذه المدينة المركز الإداري والتجاري لمحافظة صفا. صلالة العاصمة الثانية للسلطنة لما تتميز به من مقومات سياحية طبيعية، وهي ثالث أكبر مدينة في سلطنة عمان من الناحية السكانية. تصل درجات الحرارة في فصل الصيف إلى ما يقارب 40 درجة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، أما شتاء مناخها معتدل وقليل الأمطار. مرعب ويهزم خصمه والفوز هو دستوره، مرعب ويهزم خصمه والفوز هو دستوره. أحمر ودمي أحمر هذا الزعيم ضفراوي. تتعدد مواقع الآثار القديمة في ولاية صلالة، فتبرز المعالم الأثرية الشاهدة على التاريخ الحضري، حيث القصر الشهير وبقايا أرصفة الميناء، إضافة إلى المساجد والمباني والمقابر المنتشرة على مساحة واسعة من المدينة. هذه هي بدبد، تقع على حدود محافظة العاصمة باتجاه نزوى كهمزة وصل بين مسقط ومناطق السلطنة الأخرى. ولاية حباها الله بالعديد من كنوز الطبيعة، سلاسل الجبال ذات النسيج الخلاب، الخضرة الكثيفة التي أعطت الطبيعة المناخية للولاية رونقا بديعا، ينابيع الماء الصافية رائعة الجمال التي تأخذ بالألباب. من فم التراث والتاريخ ينطق لسان بدبد كولاية مهمة أوتيت الكثير بمدنها وقراها 41 من الطبيعة ومن الجذور الراسخة ومن النهضة العمانية المباركة. أهم مدنها نفعة وفنجة التي تقع على انحدار جبل كحصن حصين يجمع بين القديم والحديث. بدبد نغمات الخضرة، تسكن السهول وبطن الجبال.